هنعمل مع بعض إن شاء الله الكباب الميرو. كباب الميرو من الأكلات اللي مرة مشهورة في مكة، عبارة عن لحم مفروم جملي، وهي أساسها تصير بلحم الجمل عشان ما في دهون أبدا، ما في دهون، والأكلة هذه ما نحتاج فيها الدهون. أما اللي زينا في البيت، أنا عندي ما يحبوا لحم الجملي، فأعمل لهم هو بالبقري، مو مشكلة، بس تحاولوا تقول الجزار يشيل لكم الدهون قد ما يقدر، يعني تكون لحمة هبرة أكتر، ما تكون فيها دهون. طيب، وكمان من الأشياء الرئيسية اللي تميز الكباب الميرو دقيق الدخن، مرة مهم للوصفة حقتنا. كمان عندنا البهارات حقتنا، كمون وكزبرة ناشفة، ملح وفلفل أسود وثوم. كل المكونات هذه راح نحطها على اللحم المفروم ونخلطهم ونبدأ نكورهم. نحط هنا دقيق الدخن، كمية دقيق الدخن نص مقدار اللحم المفروم، يعني لو حطيتي 4 كاسات من اللحم المفروم حتحطي كاسة أو كوب من دقيق الدخن. وراح نحط كل البهارات حقتنا، كمون والكزبرة الناشفة والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم، ونخلطه كويس. بعد ما عجنت اللحم مع الدخن والبهارات ونتأكد مرة انه عجناها مرة كويس، راح ناخد قطعة كده مرة صغيرة بحجم حبة الكرز، ما يكون مرة كبير وما يكون صغير، ولما نعملها كور يكفي بس كده، يعني احنا نقول لها ندردمها، يعني ما تكبسوها وتخلوها بزيادة ملساء، بس كده ندردمها ونرصها في صينية، عشان لازم ندخلها التلاجة تبرد كويس قبل لا نقليها. وهنا بعد ما كورتهم حطيتهم في الصينية زي كده، دحين راح أغطيهم بالنايلون وأدخلهم التلاجة من 30 دقيقة 40 دقيقة، وأسخن الزيت وأقلي الكباب الميرو وهو بارد، يعني نخرج من التلاجة مباشرة نقليه. مرة ضروري فقرة تبريد الكباب الميرو عشان يتماسك، عشان كمان ما أبغى ينفرط وقت القلي. وهذا كمان من ضمن الأشياء اللي بقول لكم مفروض ما يكون فيه دهون، لو تلاحظوا حتى ما حطينا زيت، مرة ضروري اللحمة تكون ما فيها دهون عشان ما يتفك معاكي في الزيت ويتفرفط. الكباب الميرو يتقدم لازم مع سلطة الطحينة، واللي يميز سلطة الطحينة نحط لها بيض مسلوق، طبعا هذا اختياري، اللي يحب يضيف البيض المسلوق حسب الرغبة. طبعا راح نحط له خيار وطماطم، بس عشان كتير يسألوني كيف تعملي سلطة الطحينة، طريقتها ترى مرة سهلة. هنا عندنا طحينة خام عادية، راح نحط عليها موية، وموية ما تكون حارة، تكون بحرارة الغرفة، وبالملعقة أو بخباط البيض راح نقلب الطحينة في الموية إلين ما تصير ناعمة. حطيت ملح بعد ما قلبت الطحينة بالموية، ونتبلها بملح وفلفل طبعا حسب الرغبة. وعندي هنا خل أسود مركز، ممكن تحطوا عصير ليمون أو تحطوا خل أبيض حسب المتوفر، بس إحنا دائما نحب الطحينة بالخل الأسود. الخل أو الليمون أي نوع حامض راح يسمك قوام الطحينة، شايفين؟ خلاص سلطة الطحينة جاهزة، دحين راح نحط عليها الخيار والطماطم والبيض. نحط الخيار وبرضو الكمية حسب الرغبة، تبغوا كتير ولا قليل زي ما تحبوا. طماطم، أعمل حساب، شوفوا لو تلاحظوا الطحينة ما خليتها بزيادة خفيفة، أنا عملت حساب إنه الطماطم والخيار راح يطلعوا مويتهم وتخف شوية معنا الطحينة. كمان راح نحط البيض. هنا سخنت الزيت، حرارته تقريبا 180 درجة مئوية، على طول وهو بارد زي ما قلت لكم راح نقلي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونخليه ينقلي لين يصير لونه زي لون الطعمية، شفتوا كيف لون الطعمية اللون البني الحلو؟ زي كده حيصير لونه. راح اشيله في الصفاية عشان اصفي منه الزيت،
عشان نتأكد إنها استوت نفتح واحدة حبة من يعني واحدة حبة كي نفتحها بالنص ونشوفها من جوا. لو اللحم استوى معناته خلاص نشيله كله، لو ما استوى نخليه كمان نكمل، بس لا تخلوه يسود. وهذا الكباب الميرو صار جاهز مع سلطة الطحينة. يتقدم مع العيش الحب البلدي اللي هو ده اللي يكون متين، تحبوا الخفيف زي ما تحبوا. مرة شيء لذيذ. يتقدم بس بدي الطريقة، وفي ناس يحبوا يأكلوه مع رز، بس هو كده تاكل يعني، تاكلوه بالعيش تغمسوه في الطحينة وبالعافية. شوفوا هنا إيش عملت، عملت نفس ال يعني هذا قليته بالزيت، هذا بس كده رشيته رشة خفيفة مرة بالزيت ودخلته في قلاية هوائية ساخنة، يعني ما تكون قلاية هوائية باردة. سخنته أول كده 5 دقايق وبعدين حطيته وبرضه استوى، ونفس الفكرة يعني اللي ما يبغى إنه هو يقليه يقدر عادي إنه يحطه في القلاية الهوائية. إحنا كده ناكله، وريكم الطريقة. حطوه في العيش وعلى الطحينة، تبغوا تاخدوا معاها بيض، تبغوا تاخدوا معاها خيار زي ما تحبوا، وبالعافية.